السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعنا الكرام متابعتنا الكريمات، مرحبا بكم مجددا في قناتكم هميزات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير فتم الصحة والعافية. مرحبا بكم في الجزء الثاني من عروض بيم الوطنية ليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022. هذا ديال الجمعة ديال هذا الأسبوع هذا متابعنا الكرام. كما تابعتوا معنا دوزنا جزء أول من هذه العروض، هذا الجزء الثاني. اللي مازال ما يطلع على الجزء الأول يدخل القناة، راه كاين. قبل ما نبداو كنبغيو نشكركم كما العادة على التشجيعات ديالكم. اللي أول مرة يزورنا في قناة متابعنا الكرام مشترك يفعل زر الجرس باش ما يفوتو حتى عرض. إن شاء الله يبقى ديما يوصلكم الجديد. أيضا ما تنساوش الضغط على الزر ديال الإعجاب ونبداو على بركة الله. كاين أول منتوج معنا متابعنا الكرام، حزام نسائي متوفر بجوج لوينات مبينين هنا، لوين واحد فيه 110 سنتيم في الطول ديالو، كان داير 25 درهم، رجعوا في هذا العرض ب 20 درهم 400 ريال. كاين أيضا معنا ماكينة خياطة من هيفر، كنظن أن هذه الماكينة راه صغيرة. مرجو من المتابعات ديالنا يشاركونا الرأي ديالهم والتجربة ديالهم، حيت بان ليا كتخدم بلي بيل. بالنسبة للثمن متابعنا الكرام، هذه راه كانت دايرة 150 درهم، رجعوها ب 120 درهم 2400 ريال. كان أيضا معنا حامل شموع من أيرون، كان داير 800 ريال، رجعوه ب 400. وكان أيضا معنا متابعنا الكرام مجموعة ديال جوج لوحات لتزيين الحائط من ماسينارت. كما كتشوف معنا كاين هاد الشكيلات هادو او هاد الموديل هذا، في 40 على 60 سنتيم في كل لوحه. وكاين هاد لي موديل هادو او الموديل الثاني. بالنسبه للثمن هادو راه كانوا ديجا تجابو ب 375 درهم، في هاد العرض هذا رجعوا ب 180 درهم 3600 ريال. وكيبانوا الشكل ديالهم زوين، وكيبان الشكل ديالهم زوين. كاين ايضا معنا هاد الفوطه ديال الحمام من اومني سوفت، 70 على 140 سنتيم، هادو راه كبار 100% من القطن، متوفر بعدة ألوان. بالنسبة للثمن هادو كانوا 75 درهم، رجعهم 60 درهم 1200 ريال. كان أيضا معنا هاد البانتوفل من يليز، كانوا 600 ريال، رجعهم 440، فيهم الأرقام من 36 حتى 40. كان أيضا معنا مجموعة ديال الأدوات ديال الحمام متابعنا الكرام، 4 ديال القطع كما كتشوفوا معنا، كانوا ب 100 درهم، رجعوهم ب 60 درهم 1200 ريال. وكاين ايضا معنا هذه المجموعه ديال 3 ديال الزرابي ديال الحمام من بي ام جي هاوس كما كتشوفوا معنا، 3 ديال القطع متوفرين بثلاثه ديال اللوينات اللي كتشوفوا معنا في هذه الدوائر. بالنسبه لهادو راه كانوا دايرين 100 درهم، ورجعوهم فقط ب 60 درهم 1200 ريال، تخفيض زوين صراحه. كاين ايضا معنا رف للتخزين ديال الحمام، هذا ممكن تحطو فيه الملابس اللي كتحتاج التصبيغ، وفي لي زيطاجير ممكن تحطو ديكورات او المواد ديال التنظيف. كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام، جايين بهاد الشكيل هذا، فيها 95 سنتيم في الطول على 40 على 30. الديكور ديالها صراحه زوين من خشب البامبو. وبالنسبه للثمن هذه راه كانت دايره 550 درهم، فهاد العرض هذا رجعها فقط ب 350 درهم 7000 ريال متابعينا الكرام، نقصوا فيها 200 درهم. ونتمنى ان الكاليتي ديالها تكون صحيحه. مرجو من السيدات اللي جربوها يشاركونا التجربه ديالهم، الله يجازيهم بخير. كاين ايضا معنا هذا الغطاء للسرير لشخص واحد من توليبا هوم، 155 على 215، كان داير 150 درهم، رجعوا ب 130، 2600 ريال، متوفر بثلاثه ديال اللوينات. وكاين ايضا هذا غطاء سرير في 160 على 220، متوفر باربعه ديال اللوينات. بالنسبة للثمن حتى هذا كان داير 150 درهم، رجعوا ب 130 درهم 2600 ريال. كاين ايضا معنا متابعينا الكرام عصارة حوامض من دوتشمان، كانت ب 320، رجعوها فقط 200 درهم 4000 ريال. كاين ايضا معنا آلة ديال المعجنات من امبيريال من لاسير انوكسيدابل، كانت داير 140 درهم، رجعوها ب 90 درهم 1800. كاين معنا هاد المقلاة من بونيرا، الومنيوم مغلفة بالجرانيت، 24 سنتيم في الديامتر ديالها، هذه كانت دايره 75 درهم، رجعوها فقط ب 40 درهم 800 ريال، صراحة تخفيض زوين بزاف. وكاين أيضا معنا من نفس الشركة بونيرا، الومنيوم مغلفة بالجرانيت 26 سنتيم، هذه المقلاة هذه كانت دايره 55 درهم، أيضا رجعوها ب 800 ريال 40 درهم. كما كتشوفوا معنا صراحة بيم ولا كيجيب شي عروض اللي زوينه.
نتمنى انهم غير يوفروها في جميع المحلات. كاين ايضا معنا هذا البلاطو هذا فيه الديكور من زليج في الوسط، كان داير 120 درهم رجعوه ب 60 درهم 1200. كاين هاد التبصيل هذا من اكام 30 سنتيم كان ب 40 درهم رجعوه ب 30 درهم 600 دريال. وكاين ايضا معنا هاد العلاقه ديال المطبخ فيها ثلاثه ديال لي كروشي كان دايره 25 درهم رجعوها ب 300 دريال 15 درهم متوفره بهاد الديكورات هادو اللي كتشوفوا معنا في هاد الدوائر. كاين معنا هاد الصحن الدائري من البورسلين كانوا دايرين 18 درهم رجعوهم 7 درهم 140 فيهم 23 سنتيم. كاين هذا كاري بنفس الديكور كان داير 400 درهم رجعوه ب 200 ريال 10 دراهم. وكاين معنا هذا الكاس الزجاجي من راكل ملون 6 ديال الكؤوس ب 60 درهم عوض 65. كاين هذه القطاعات ديال لي كوكيز كانوا دايرين 7 درهم رجعوهم ب 2 درهم 40 ريال. وكاين هذا الصحن المستطيل متابعينا الكرام من البورسلين ايضا فيه 32 على 19 سنتيم كان داير 600 ريال رجعوا فقط 260 ريال. جايب هذا الديكور هذا متابعينا الكرام بحال الصحن الدائري والكاري يعني نفس الديكور، وكنظن انه حتى هو متوفر بالموديل الثاني اللي شفتو معنا في هذا الصحن الدائري واخا ما ذكرناهش هنا. كاين ايضا معنا متابعينا الكرام واحد المونيتور اوديو للاطفال للرضع من كيوي بيبي هذا اللي كتحطو حدا الدري باش تبقاو تسمعوه من بعيد كان داير 170 درهم رجعو ب 150 درهم 3000 ريال. كان هذا الفراش القابل للنفخ من بستوي كان 170 رجعو ب 140 درهم هذا ديال الخرجات 2800 ريال. كان ايضا معنا هذه الآلة ديال الحلاقه للاطفال ما كديرش صداع باش ما تخلعهمش كانت دايره 80 درهم رجعو ب 50 درهم متابعينا الكرام 1000 ريال وهذه راه كتشارجا. كاين ايضا معنا هاد الالعاب هادو للاطفال متابعينا الكرام هادي كانت ب 85 رجعوها ب 60 درهم هادي كانت دايره 100 درهم رجعوها ب 50 درهم. وهاد اللعبه ديال السياره مكونه من 4 ديال القطع كانت دايره 50 درهم رجعوها ب 40 درهم متابعينا الكرام. وهذا هو اخر منتوج معنا في هاد العرض او في هاد الفيديو هذا متابعينا الكرام متابعتنا الكريمات كما تابعتوا معنا هذا هو الجزء الثاني من عروض بيم الوطنيه الجزء الثاني والاخير ديال هاد العروض ديال هاد الاسبوع متابعينا الكرام ديال يوم الجمعه 2 ديسمبر 2022. هاد العروض ان شاء الله وطنيه غتكون في جميع المحلات ديال بيم اللي مازال ما يطلع على الجزء الاول يدخل القناه راه كاين ان شاء الله طلعوا عليه. نتمنى ان هاد العروض تكون عجبتكم تكونوا استفدتوا معنا نكونوا قدمناهم بطريقه سهله ومفيده. لاول مره زورنا في القناه متابعينا الكرام يشترك يفعل زر الجرس باش ما يفوتو حتى عرض ان شاء الله قادما يوصلكم الجديد. ما تنسوش تشاركونا التجارب ديالكم متابعينا الكرام اي منتوج جربتوه شاركونا التجربه ديالكم راه كنستافدوا منكم بزاف. ايضا ما تنسوش تضغطوا على الزر ديال الاعجاب راه كتشجعونا به بزاف. نتلاقاو في عروض اخرى وهميزات اخرى متابعينا الكرام دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.